كيصيفط لك القايد او المقدم كيقول لك شد، كيحس بك بحال ديك الانسان اللي كيبيع شي حاجه عشوائيه. كنشوف يعني قرار غير صائب خصوصا المدربين وهذا القطاع الرياضي اللي كنشوفو كياكل الدق بزاف. راه حتى حنا بيدنا خصنا نخدموا على راسنا، ماشي القهوه محلولين حنا ما خدموشي. راه كاملين عندنا عائلات بزاف الحاجات، كاين التعقيم، كاين منع الدوش، كاين وقايه ديال الامان بين كليان وكليان، وبالنسبه للصيف ما كاينش حتى الناس، راه نتوما عارفين الناس تقهروا، يعني قليل ما كاين، ما كتوصلناش حتى 10% ديال الكليان. معكم عبد السلام بن صلاح، رئيس ديال جمعيه بن صلاح الجيم. حنا كتواجدوا اليوم امام ولايه جهه طنجه تطوان الحسيمه على حساب القرار المفاجئ ياخر ديال التوقيف النهائي ديال الجمعيات الرياضيه، مع العلم على ان سبق لا تم التوقيف ديال هذه الجمعيات، وكان لقاء مع السيد الكاتب العام ديال الولايه ديال جهه طنجه تطوان، وعطانا امل على ان اسبوع باش نرجعوا للنشاط ديالنا، وتأنينا على حساب احتفت عيد الاضحى المبارك. بعد عيد الاضحى بغينا نستأنفوا العمل ديالنا حتى كنجمعوا هذا القرار خرج ديال القاعات الرياضيه. هذه القاعات الرياضيه الله يحسن العون، الناس عندها قاعات، عندها مصاريف، عندها الكراء، عندها الخدامه، اضعف قاعه رياضيه عندها 4-6 الخدامه بالمصاريف ديالهم، بالكراءات ديالهم، بكل شيء ديالهم، وما حتى شي واحد ما سول فينا لا على المصاريف ديالهم ولا المداخل ديالهم، يعني حنا كنستنكروا هذا الشيء هذا. لماذا هذا الاقصاء؟ مجموعه القطاعات مفتوحه وحنا القطاع الوحيد اللي هو يشد، علاش؟ حنا كنطلبوا تساؤل، لماذا؟ اذا تسجلت عندنا شي حالات اللي هي كوفيد 19 حنا ماشي مشكل نشدوا، اذا كنا حنايا كنضروا المواطن نشدوا، حق حنا كنعرفوا بان الرياضه هي القطاع من القطاعات اللي هي كترفع من جهاز المناعه وكترفع من الصحه ديال المواطن، فلهذا هذا كاين واحد الاقصاء. حنا ما كنطلبوا والو، كنطلبوا واحد العداله الاجتماعيه، حنا بيدنا نفتحوا كسائر القطاعات اللي مفتوحه، اذا شدوا هما في 6 نشدوا حنا في 6، اذا شدوا هما في 8 حنا نشدوا في 8، وكنطلبوا منا واحد الاحترام بان حنا رجال كنأديو رساله، الرساله اللي كيأدي المجتمع الرياضي، الجمعيات الرياضيه، راه هي ما كيأديوهاش بزاف ديال القطاعات، علاش؟ بان حنا الوحيدين اللي كيدخل عندنا التلميذ يتريض، اول حاجه حنا كنربيوه قبل ما كنريضوه بان هي التربيه البدنيه، يعني الحمد لله حنا ملتزمين بكل شيء، وحنا كنطلبوا من وزارة الداخلية من هذا المنبر هذا، وحنا مستعدين باش نعملوا واحد الدورة توعية داخل الأحياء الشعبية، وكنطلبوا من وزارة الداخلية تطلب من الجمعيات الرياضية باش يأديوا هذه المهمة هذه، وحنا مستعدين نأديوها. ثانيا حنا واحد القطاع هو مهيكل، حنا القطاع ديالنا ملي كيبغيو يشدوا لنا ما كيراسلوناش، ما كيعملوناش مراسلة على طريق وزارة الشباب والرياضة، لأن يعني حنا عندنا وزارة ديالنا، علاش ما كيراسلوناش على قطاع كيصيفط لك القايد او المقدم كيقول لك شد، كيحس بك بحال ديك الانسان اللي كيبيع شي حاجه عشوائيه او قطاع غير مهيكل. لماذا؟ وهي الرياضه، حنايا كرياضه حنا عندنا جامعه، الجامعه ديالنا اسمها الجامعه الملكيه، حنا جميع الرياضات عطاهم سيدنا تزكيه وعطاهم السميه ديالو، اذا حنا واحد القطاع محترم، حنا ماشي قطاع اللي ماشي محترم، وكنطلبوا من هاد الناس المسؤولين باش يردوا لنا الاعتبار ديالنا، وكنطلبوا منهم حنا حتى شي حاجه، كنطلبوا حاجه وحده، نكونوا حنا كسائر القطاعات، القطاعات كيفتحوا في 8 الصباح كيشدوا في 8 الليل، حنا نفتحوا في 8 ونشدوا في 8 او نفتحوا في 8 ونشدوا في 6. الخدمه هذه يعني هذه الخدمه ديالنا، ما عندناش شي حاجه من غيرها، كاملين بينا واقفين عليها، وما كانش زعما الصراحه يخليونا الخدمه ديالنا، يعني حنا كنعملوا التعقيم ديالنا، موالين كلوبات اللي خدامين عنده حتى هما عاوتاني عاملين الواجب ديالهم في التعقيم بكل شيء ديالو، واقفين زعما على لاصال ديالنا، يعني القهوه مفتوحين حنا بوحدنا اللي نشدوا، يعني ما يمكنش هذا الشيء هذا، راه حتى حنا بيدنا خصنا نخدموا على راسنا، ماشي القهوه محلولين حنا ما خدموشي، راه كاملين عندنا عائلات بزاف الحاجات، 4 شهور ولا 3 شهور حنايا هيدا في الاخر يجيو يوقفوا علينا، ما يمكنش هذا الشيء هذا، دابا خصنا يشوفوا لنا شي حل، ما يمكنش يشدوا لنا الخدمه ديالنا، هذيك هي طاف دو الخبز ديالنا. معكم أسامة مرموش من نادي جيم بوكس لبيع الأجسام. اليوم احنا هنا في واحد المظاهرة سلمية اللي كنهضرو في هادشي اللي وقع اللي ما عرفناش السبب ديالو، اللي كنشوف يعني قرار غير صائب خصوصا المدربين وهذا القطاع الرياضي اللي كنشوفو كياكل الدق بزاف، باش حنايا ملي فتحنا
راه اغلبيه ديال النوادي واحد 5 شهور اللي ما خدموش ما حتى شي حاجه. ملي بدينا عطانا واحد القرار عملناه طبقناه، الوقايه التعقيم، الناس اللي كتجي كنشوفوا اي واحد يعني درجه الحراره ديالو، يعني كنا ماشيين في الطريق صحيحه. ما عرفناش علاش قالوا لنا باللي اللي صال عيشدوا، وحنايا ماشي ضد هادشي هذا القرار، حنايا معاه اي حاجه في صالح الوطن ديالنا راه حنا معاه. ولكن باش تشوف بعض القطاعات خدامين، نعطيكم مثال، مقاهي المطاعم ما كاين لا تباعد لا والو، راه كلشي كيشوف بعينو، كتمشي القهوه كتجبر هذا حدا هذا. والنوادي الرياضيه دائما مستهدفه، علاش هادشي هذا؟ اجي بحال دابا عملوا واحد اللجنه، اي كلوب شوفوه اللي ما عندوش ديك المعايير الصحيه شدوه، وحنا متفقين معكم. ولكن باش تجيو تشدوا لنا وتقولوا لنا لا قطاع الرياضي ما نعرفش شنو، يعني كتعداو علينا بزاف هذا القطاع هذا. بالنسبه للقرار اللي عطاونا، كانوا عطاونا مره اخرى الحال، فتحنا ورجعنا شدينا وعاود جينا عملنا وقفه ديالنا بحال هيدا، وكانوا صافي فتحنا رجعنا كنخدموا الامور مزيانه، تعاود قال لك شد. يعني هذا القرار هذا ماشي في الصالح ديال لا الكلوب، لا مول الكلوب ولا المدرب ولا الكليون اللي كيخلصوا فلوس ديالهم، وكي يعني حنايا هذا القرار ما عجبناش نهائيا. يا شد يا فتح يا واحد الحاجه يعطيوها لنا، لان كل نهار فتح شد فتح شد، ما يعني الكلوب ما عنده حتى علاقه باش ما كاينش فيه تجمع. عطينا 50% ما كتصلش 20%، كاين التعقيم، كاين منع الدوش، كاين وقايه ديال الامان بين كليان وكليان. وبالنسبه للصيف ما كاينش حتى الناس، راه نتوما عارفين ان الناس تقهروا، يعني قليل ما كتوصلناش حتى 10% ديال الكليان. ما فهمناش علاش الكلوب بالخصوص اللي غادي يتشاد، الكلوب ما عنده ما يزيد ما ين، بالعكس راه لياقه بدنيه، راه سبور لياقه بدنيه، ما يمكنش واحد يمرض فيه. وعاد حنا عندنا يعني يجي الكليان كنعملوا له ميزان الحراره، اذا كانت غير زايده غير 37 ما كيدخلش، نورمالمون 37 ماشي شي حراره زايده، ما كندخلوش، سير حتى تبرد ورجع. منع الدوش، كاينه التعقيم، دابا ساعه كيتعقم الكلوب طبعا، كاينه مساحه الامان، راه كلشي راه بحال اللي عاملين الكلوبات كاملين باش يشدوا الكلوبات، ما فهمناش زعما علاش. وهاد الصيفيه راه كيقللوا الكليان، ماشي بحال الشتوى كيتريدوا بزاف، ودابا راه الصيف كلشي مسافر مع هاد المرض، وكيخافوا الناس يصيفطوا ولادهم، راه غير 50% حنا عاملين، وكاين ما بين ماكينه وماكينه لي سباس، وعندنا اتساع في الكلوب، وكلشي ماشي بخير وعلى خير، ودابا كيشدوا لنا ما فهمناش علاش. وشكرا. دابا كنتمنوا ان شاء الله شوفوا المسؤول ديال الولايه، وكنتسناوه باش يخرج من عندنا باش نشوفوا شني نخرجوا لواحد القرار يرضيهم ليلهم ويرضينا لينا حنايا، باش ما نبقاوش حنا جالسين، راه حنا بالوليدات وعندنا مصاريف، باش نبقاو كل نهار نقولوا على الهضره هذه، وكنتمنوا الخير وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.